أوجد ميل الاقتران الخطي المعرف في الجدول. لقد تم تعريف كمية معينة، أعتقد أنهم أزاحوا الأطوال، ثم تم سؤالنا عن عدد الساعات التي تشكل نصف يوم ويوم كامل ويومان وأسبوع وشهر، ومن ثم سؤالنا ما المال الذي نجمعه في كل هذه المدة. إذا عملنا مدة 4 ساعات سنجني $54، إذا عملنا 8 ساعات سنجني $108، وهكذا. والسؤال التالي، ما هو الميل الذي يجسده هذه الحالة؟ علينا أن نجد الميل ونجد ما يمثله. إذن بقليل من المراجعة، الميل يساوي التغير في المتغير التابع تقسيم التغير في المتغير المستقل. إذن كم مقدار التغير في المتغير التابع لأي قيمة من تغير المتغير المستقل؟ في هذه الحالة المتغير التابع هو مقدار المال الذي نجنيه، لأنه تابع للوقت الذي نعمله وهو مستقل. إذن دعونا نسمي المتغير المستقل بـ X والمتغير التابع بـ Y. إذن الميل في هذه الحالة سيكون التغير في Y مقسوم على التغير في X. كم مقدار التغير في المال الذي أجنيه عندما أعمل لعدد معين من الساعات؟ ذلك عندما تتغير ساعات العمل بمقدار محدد. إذن دعونا نأخذ بعض المعطيات هنا، يمكننا أن نأخذ أي من هذه المعطيات، سأخذ بعض من الأعداد الصغيرة. دعونا نفترض أنه عندما أنتقل من 4 إلى 8 ساعات، بالتالي سيكون التغير في X، إذا انتقلت من 4 إلى 8 ساعات، 8 ناقص 4 تساوي 4 ساعات، إذا هذا هو مقدار التغير في X. إنني فقط أختار هاتان النقطتان، يمكنني أن أختار 4 مع 40 إذا أردت ذلك، لكن بذلك سيكون الحساب معقد. لكن كم مقدار المال الذي أجنيه عند الانتقال من 4 ساعات إلى 8 ساعات؟ حسنا، إنني أنتقل من $54 إلى $108. إذن التغير في مقدار المال الذي أجنيه هو $108 ناقص $54. إذن ما هو مقدار التغير في المتغير التابع؟ حسنا، سيكون $108 ناقص $54 ويساوي $54. ثم ما مقدار التغير في عدد ساعات العمل؟ حسنا، التغير في ساعات العمل هو 4 ساعات، فإذا عملت 4 ساعات إضافية سأجني $54 إضافية. دعوني أضع إشارة مساواة هنا. كم ناتج 54 تقسيم 4؟ يبدو أننا سنحصل من 54 تقسيم 4 على عدد عشري لنقسم قسمة طويلة. 5 تقسيم 4 تساوي 1، 1 ضرب 4 تساوي 4، نطرح ونحصل على 5 ناقص 4 تساوي 1. ننزل هذه 4 ونحصل على 14. 14 تقسيم 4 تساوي 3، و 3 ضرب 4 تساوي 12، 14 ناقص 12 تساوي 2. ننزل الصفر هنا، 20 تقسيم 4 تساوي 5، وبالطبع لدينا الفاصلة العشرية هنا، 5 ضرب 4 تساوي 20. نطرح ولا يوجد باقي، إذن هذا يساوي 13 و5 بالعشرة، لكن بما أننا نتحدث عن دولار فسنقول 13.5 دولار. إذن لدينا هنا وحدة البسط هي دولار، ووحدة المقام هي ساعة، ولهذا المال المكتسب سيكون بوحدة دولار لكل ساعة، وهذه هي إجابة السؤال. ماذا يمثل الميل في هذه الحالة؟ إنه يمثل أجر ساعات العمل. وبصراحة يمكن حل هذه المسألة بطريقة أبسط، وذلك دون أن نأخذ معطيان. يمكن أن نقول أنه إذا عملت ل4 ساعات وجنيت $54، يكون 54 تقسيم 4 تساوي 13.5. أو يمكن أن نقول إذا عملنا 8 ساعات سنحصل على $108،
108 تقسيم 8 تساوي 13.5. إذن لا يتوجب عليك أن تأخذ معطيان هنا، بل عليك أن تأخذ أي من هذه الأعداد مقسومة على أي من هذه الأعداد. لكن أتمنى لو تعلمنا أيضا ما هو الميل.